يلا تمرين اليوم نبدأ الحين. نستخدم do ولا does؟ ها يلا جابوا بالتعليقات يا أحبابي. طيب بغض النظر عن التمرين الحين، إذا قلنا ضمير غائب third person pronoun، قلنا الحين مثلا he هو he، شو يصير هني؟ he like cookies؟ لا he likes cookies. والرد على السؤال اللي طاف، السؤال اللي طاف تختارون ايه ولا بي؟ تفضلوا بمجموعتنا بالتليجرام للتمارين باستمرار.